عسلامة عسلامة، شنحوالكم؟ شا تكونوا الناس الكل بخير ونعمة وصحة جيدة يا ربي. اليوم مش نعملوا غسيل بانديمي خفيف ونظيف واقتصادي وما يشدش برشا وقت، نعملوا كل ويكاند. تعرف صغارك فاش توكلهم، ان شاء الله تعجبكم الغسيل. عندنا 450 غرام فرينة، عليهم ساشي خميرة خبز اللي هي 10 غرامات، معهم غرفة صغيرة سكر، 150 غرام حليب، 150 غرام ماء، وفي الاخر بالكل عندنا 30 غرام زيت او زبدة ذايبة. وانت تحب تحط شطر بشطر تحط شطر بشطر. نحط الفرينة عليها الخميرة معاها السكر، خاطر السكر يعاون على تفاعل الخميرة يخليها اسرع تتفاعل اسرع. وما نحطوش الملح اون كونتاكت مع الخميرة، الملح يقتل الخميرة، يعني كيفاش نحطو الملح نحطوه اكوتي ما يمسش الخميرة يلزم. حطينا الخميرة والملح والسكر والفارينة، توا مش نحط 150 غرام حليب عليهم، نزيدوا عليهم 150 غرام ماء، قد الحليب قد الماء، نحطهم المكونات الكل مع بعضهم الا الماتير غراس، يعني سواء كان الزيت والزبدة نخليوها في الاخر. توا نقول لكم ليش الزيت والزبدة نخليوهم في الاخر، نحطهم الكل يتعجنوا. كي هي تتلم البات تولي عندي لكموت هكا بات، اكسا نزيدو الماتيغ غراس سواء كان زيت ولا زبدة، فما اللي يحب يعمل شتر زيت وشتر زبدة ما يقلقش. به علاش نزيدوها في الاخر؟ على خاطر هي اللي تخلي تحافظ على التراوة متاع البات، يعني البات بعد كتيب ما تجيكمش يابسة شايحة، ما تجيكش خبز شايح، لا هو اللي يخلي يجيك طري ويجيك هكا منفج وطري. به هذيك الاستيوس انك تزيد الماتيغ غراس في الاخر. اذا كان مش تزيد الزبدة تاخو لك مطة صغيرة من العجين، كنت انت صغيرة من العجين تدخل فيها زبدة بيديك وبعد كده تزيدها البقية الزبدة البقية العجينة. يا رب بعد ما دخلنا الماتيغ غراس في العجينة بتاعنا صحيح، اك الساعة نخليوها تتعجن لمدة درجي من زمان، مش حاجة كبيرة. وبالنسبة لي دي كيف كيف تعجنها الدرجين من زمان، اكشفوا في البات كيفاش جات طرية، راو تمشيوش من الاول تراو البات شايحة كي حطيتو الحليب والماء، اي الحليب والماء تراو البات شايحة تقولوا هاي شايحة يلزمني نزيدها شوية ماء، ليه؟ راهي الزيت هو اللي في الاخر والا الزبدة هي اللي في الاخر اللي تطري البات، يعني تحطوا الماء والحليب قد ما تزيدوش، ما تقولش هاي جات بات يابسة شوية خلينا نزيدها، لا. من بعد نحطوا الفرينة بتاعنا، نحطوا عليها البات، مش نحلوها، نحلوها بشوية فرينة، ما تكثروش برشا من الكوانتيتي بتاع الفرينة. مش نحلها اكيكة بالطول، تكون ماهيش مدورة لهنا. الاستيوس باش تخلي البان دومي يجيك من داخل مسكرة، خاطر انتي مش تروني وانتي حللها بالفرينة، دونك مش باش تخلي مش باش يجيك لسقة بعضها، مش يجيوك بارتي فيهم نقب نقب فراغ. لهنا تدهن البات متاعك بالماء، مش منفخة ماء، لا دو بلاش، تدهن البات متاعك بالماء تروليها وتحطها في القالب متاعك. هاكا كان الطبق بتاعك يلصق، دهنو بشوية زيت ورش عليه الفرينة وانفضو الاكسام تاع الفرينة، انفضوه ما تخليوهوش باش ما يتحرقش الفرينة، هيك خاطر تحرقت ولا تسايب طامة المرارة. وإلا اعملو بابي كويسون وادهنو زادا بشوية زيت ولا زبدة، على خاطر بس تو بابي كويسون اللي قاعد يدور في السوق كله قاعد يلصق شوية. دونك من بعد تعمل فيها دي تخساج، اي تخساج انت تحب عليه تزينها، واو دهنتها بشويه ماء كيما بكريمه فوق، وحطيت فوقها شويه اعشاب اللي هو كيلو زعتر وحبق، واو شويه سينوجو، تقدرش تحطوا حبه حليوه سينوجو كتين وحبه حليوه هذيك وبسباس، رشيتهم عليها من فوق وخليتها تخمر يا اما تسخنوا شويه الكوشه وتحطوها في وسطها، والا كانوا طيبوا خليوها بعد بحضر الغاز.
دونك هاك شوفها كيفاش زادت الفوليوم نتاعها، بعد كي تحطها في كوشه حطها ملوطه قبل ما تطلعوها الفوق باش تزيد تخشين اكثر. هاك تشوفوا ما شاء الله كيفاش الريزلتا بنينه تهبل خفيفه نظيفه، ناكلوها لصغارنا واقتصاديه، يعني ما تطلعش السوم 15% هو الباك ولا اكثر من 10 قداش سوم. دونك هذه الحق ارخص برشا برشا، اذا كان الباك 15% هذه ما تصيرش تخلط حتى الدينار. ونختموها بسبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وان شاء الله تكون عجبتكم وصفتنا وافدناكم. صحه وشفاء.